بما ان كان فيه صعوبات وحاجات كتير جدا، قعدتوا قد ايه بقى تسجلوا وتعملوا الالبوم؟ الالبوم الست اغاني فيه قعدنا فيه سنه ونص. ست اغاني سنه ونص؟ سنه ونص حضروا اول البوم ليكم اللي هو سكنات. بعد كده الموضوع يعني بقى اسهل شويه. بقى اسهل نتيجه الخبره ونتيجه عرفنا بقى خلاص احنا هنعمل ايه. وبدانا كمان نحضر الاستوديو خاص بالباند. هو حاليا هوم استوديو لسه صغير في اوضتي كده، حاجه نونو يعني، بس بمساعده اخويا برضه. انا عايز اول حفله هتيجي الفتره اللي جايه هتكلموني وهاجي اكيد، وهتبعتوا لي انفيتيشن. انا مش هدفع فلوس. ممكن العب. لا مش انت صح، ممكن تجيب لي درامز الصغير، ممكن تجيب لي درامز الصغير اقعد جنبك. هتكون اتمرنت على فكره، هتكون اتمرنت. احمد انا شايفه ان عامر يعني كان بيأدي كويس على الدرامز، ما حسيتش ان هو اول مره. لا جدا يجي منه صح. لا ما انا قلت له على شويه تفاصيل في الاول، وانا بتهيالي ممكن يجي مني برضه. بس السؤال عامه، لما بتقول لحد التفاصيل في الاول بيتعلم بسرعه زي ما انا عملت؟ لا ما شاء الله عليك، انا دقيقتين قبل الاول صح. ما فيش حد بيعمل كده لما ما شاء الله عليك. لا انتوا بتكدبوا، تصدق ان كده عيب يا اخي؟ جميلني يا اخي، يا اخي الله يخليك. حس بيا، نفسي اشوف رد فعلهم واحنا قاعدين على الأجهزة دي. بس يلا مش كتير، ممكن تروح.